تحقيق السلامة العامة مسؤولية جماعية، فبالتوازي مع الجهود التي يقوم بها الدفاع المدني في توعية المواطن وتقديم الإرشادات اللازمة في هذا الشأن، ينبغي على الجميع الالتزام بكافة الاشتراطات التي من شأنها حماية السلامة العامة. للدفاع المدني دوره المركزي في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة. هذه المهمة الرئيسية يتم تنفيذها على مدار الساعة، بل ويتم تكثيفها خلال شهر رمضان الكريم الذي يتطلب مراعاة الكثير من الاشتراطات من أجل السلامة في المنزل والشارع وغيرها من المواقع. جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في شهر رمضان المبارك، حيث تقوم كل إدارة باختصاصها، منها إدارة الحماية والسلامة حيث تقوم ترخيص جميع الخيام الرمضانية الموجودة على أرض المملكة، حيث لابد أن تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى قيام قسم العلاقات العامة بالحملات التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى جهود إدارة العمليات حيث تقوم هذه الإدارة بتغطية جميع البلاغات على مدار الساعة. أيضا في شهر رمضان تختص هناك بعض البلاغات، مثل على سبيل المثال كثرة الحرائق في المطابخ بسبب كثرة الاستخدام دون عناية ورقابة، فتنوه الإدارة العامة للدفاع المدني على كافة المواطنين والمقيمين أن يتم توفير جميع اشتراطات السلامة في المطبخ، على سبيل المثال كوشف الدخان، بطانيات الحريق، طفايات الحريق، ونتمنى إن شاء الله يكون رمضان آمن على الجميع. تزداد نسبة الحرائق في المطابخ خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب الإهمال، ومن أهم الأسباب نسيان الطعام على الفرن وعدم تنظيف مراوح شفط الهواء وعدم صيانة الأجهزة الكهربائية داخل المطابخ. وتقوم الإدارة العامة للدفاع المدني خلال شهر رمضان الكريم بعمل حملة توعوية مختصة لربات المنازل من خلال توزيع البوسترات التوعوية المتخصصة في السلامة داخل المطابخ، إذ تسهم هذه الحملة بتقليل نسبة الحرائق داخل المطابخ ونشر التوعية وثقافة السلامة العامة. السلامة في المنزل وتحديدا في المطبخ مسألة جوهرية، خصوصا وأنها تتطلب التعامل مع أجهزة كهربائية وأخرى تعمل بالغاز، وبالتالي يجب الالتزام بالاحتياطات والاشتراطات المقررة، وهي كثيرة ومتعددة. يوجد على أسطوانة الغاز صمام الأمان وفي له فتحتين، فتحة للمنظم ينظم قوة الغاز، والفتحة الثانية تكون حق هدفها تسريب الغاز لما الأسطوانة تكون في ضغط عند الحريق. طبعا في هالنقطة نحب نشكر نوغا الهيئة الوطنية للنفط والغاز على إلزامها لجميع شركات الغاز بتوفير صمام الأمان. طبعا ما عندنا مشكلة من وضع أسطوانة الغاز في على الهواء الطلق، يفضل وضعها في خزانات مختصة وفي لها تهوية، وأهم شيء يكون تهوية من تحت، لأن لما يكون في تسرب غاز يطلع من تحت. لما تشمون ريحة غاز شنو أول شيء تسوونه؟ تعرفون الفالف المانيوال فالف الممدود على الأنابيب، أول شيء تنزلونه على تحت الكلوزد، ولازم يكون لونه أصفر لأن الأصفر حق الكهرباء. وفي نقطة أحب أذكرها وايد مهمة، وناس يعتبرونها أنه يعني كنوع من النظافة أو أن محافظة على الفرن، يصكون فتحات الفرن بورق القصير، وهذه جدا خطر لأنه يمنع خروج الحرارة الزايدة ولأنه ما يخليه يتنسم من فوق. أحب أشكر إدارة الدفاع المدني على حرصها على سلامة مواطنين ومقيمين مملكة البحرين، وإلزامها لجميع شركات الغاز باتباع إجراءات الأمن والسلامة. وهكذا تبقى السلامة العامة مسؤولية مشتركة لأنها في صالح الفرد والمجتمع، لكن تبقى الأمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم خصوصا في هذا الشهر الفضيل.